السلام عليكم. لو انت بتبيع على امازون هتعرف ان للاسف الشديد امازون ما بتديش اي تقرير او معلومات كفايه عن اداء المنتج، بتدي لك تقارير عن القطع اللي اتباعت او القطع اللي رجعت او الشكاوي بتاعت المشترين، وده مش كفايه ابدا عشان تعرف اكتر عن اداء المنتج. انت محتاج تعرف معلومات اكتر من كده بكتير، محتاج تعرف اذا كان المشترين شايفين المنتج بتاعك ولا لا، كام واحد شافوا المنتج بتاعك، وكام واحد من اللي شافوا المنتج بتاعك ضغطوا وفتحوا المنتج، وكم واحد من اللي ضغطوا وفتحوا المنتج اشتروه. كل المعلومات دي مهمة جدا، وامازون ما بتوفرهاش الا اذا كنت عامل اعلان للمنتج بتاعك. في الحالة دي بس بيجي لك تقرير بكل الكلام اللي احنا قلناه. كويس جدا. طيب انا بقى هستفاد ايه من التقارير دي؟ في الفيديو ده هتكلم عن الطريقة الصحيحة لقراية تقارير اعلانات امازون، وايه الاجراءات اللي المفروض نعملها بناء على المعطيات دي. يلا نبدأ. كام يوم في جروب بتاعنا على الفيسبوك حد عمل بوست لسكرين شوت اخدها من تقرير لامازون عن اعلان هو عامله للمنتج بتاعه، والراجل عادي كان بيسال ليه هو عنده عدد معين من الامبريشنز بس لسه ما جالوش ولا بيع لحد دلوقتي. البوست اللي هو عمله ده شيء كويس جدا وما فيهوش اي مشكله، لما تكون مش متاكد من حاجه لازم تسال عشان تعرف الاجابه. بس اللي كان فيه مشكله بالنسبه لي هي بعض التعليقات اللي جات له علشان تعرفه يعمل ايه. اللي اقترح ان هو لازم يعمل خصم، وفي اللي اقترح عليه ان هو لازم يكون عامل رقم مهول من الامبريشنز عشان يبيع. في ناس تانية كمان اقترحت عليه ان ده ممكن يكون بسبب الريفيوز، وفي كمان ناس قالت له ان هو لازم يزود البادجت بتاعه الاعلان. طبعا مع احترامي للجميع انا مش قصدي اي حاجه، انا بس حبيت اناقش الموضوع ده معاكم علشان مفيش اي حد توصل له معلومه غلط وتكون السبب في ان هو يخسر فلوس. مبدئيا كده احنا ما بناخدش اي قرارات على المعطيات بتاعه تقارير الاعلانات غير لما يكون عدى وقت كفايه على الاقل 3 او 4 ايام، وده لان امازون بتاخد وقت علشان تعمل ابديت للتقارير دي. يعني لو انت جيت عملت اعلان في اول يوم وجيت بصيت على التقرير بتاعه في اخر اليوم، التقرير ده مش هيكون كامل وهيكون فيه معلومات كتيره ناقصه لسه ما اتعملهاش ابديت. الاهم بقى من اننا نقرا التقارير دي هي اننا نفهم التقرير ده عاوز يقول لنا ايه. يعني مثلا في المثال بتاعنا الامبريشنز معناها عدد المشترين اللي شافوا الاعلان اللي احنا عاملينه للمنتج بتاعنا، ما فتحوش الاعلان ولا دخلوا عليه بس شافوه. فلو انا جيت عليت البادجت بتاع الحمله الاعلانيه ده مش هيفرق في اي حاجه خالص، لان زي ما قلنا كتير قبل كده البادجت مش هي اللي بتحدد اعلان المنتج بتاعك هيظهر فين، اللي بيحدد الكلام ده هو البيت. وحتى برضو في الحاله بتاعتنا دي اذا زودنا البيت مش هتفرق خالص، بالعكس دي ممكن تكون السبب في ان احنا نخسر فلوس اكتر، لان الاعلان اوريدي ظاهر قدام الناس بدليل ان في امبريشنز، يعني هو بيقول لك ان في العدد ده من الناس شافوا المنتج. ولما يكون الاعلان بتاعك ظاهر وانت تيجي تزود في البيت فاكنك كده جيت قلت لامازون انا عارف يا امازون ان البيد اللي مطلوب مني عشان المنتج بتاعي يظهر في المكان ده هو 50 سنت مثلا، بس انا هزوده علشان اديلك فلوس اكتر. في حين ان التحليل الصحيح للحاله بتاعتنا دي اذا احنا عندنا امبريشنز كتيره وما عندناش اي مبيعات، بس احنا طبعا هنفترض ان احنا ادينا الوقت الكافي للتقرير ده، ومعنى الكلام ده ان في ناس كتيره شافوا المنتج بتاعنا بس ما دخلوش عليه بسبب ان في حاجه خلتهم يصرفوا نظر ويروحوا على المنتج اللي جنبينا، وده يا اما هيكون بسبب الصور المين ايمج بتاعتنا يعني، او انك تكون حاطط سعر مبالغ فيه مقارنه ببقيه البيع. اذا الصور ما كانش فيها حاجه تلفت انتباه المشتري وشاف في نفس الوقت ان في منتج تاني صور موضحه كل المزايا اللي فيه وملفته الانتباه اكتر، اكيد هيروح للمنتج التاني. نفس الكلام بالنسبه للسعر، اذا حاطط سعر عالي جدا اكيد المشتري هيروح للارخص، خصوصا كمان اذا كانت صوره افضل. وسيبنا بقى كمان عن ان السبب ممكن يكون الريفيوز والكلام ده، لان ده عن تجربه، منتجاتي كلها كانت بتبيع من قبل ما يكون عندي ريفيو واحد. اكيد فرق معايا من بعد ما ابتدى يجيلي ريفيوز في عدد المبيعات، بس كنت ببيع قبلها عادي، وده كان بسبب ان كنت دايما بحط صور فيها مميزات مش موجوده عند غيري. وشوفوا الفيديو اللي هيطلع عند علامه الاي اللي فوق ده علشان تعرفوا انا ازاي بعمل الصور بتاعتي. تمام، نرجع لموضوعنا تاني وهو ازاي نفسر سبب المعطيات بتاعه تقرير الاعلانات. خلينا نروح على الكمبيوتر علشان الموضوع يكون واضح اكتر. دلوقتي احنا على صفحه السيلر سنتر بتاعتنا ودخلنا على الجزء بتاع الاعلانات. اللي قدامنا ده عباره عن سامري للكامبين او الحملات الاعلانيه بتاعتنا. سامري يعني بيبين لك ملخص الحملات الاعلانيه دي بس ما بيكونش جايب لك البيانات بالتفصيل، وده عباره عن سامري لاوتو كامبين انا كنت عامله. وزي ما انتم شايفين هنا هو بيقول لي في الكام يوم دول انا صرفت على الاعلان ده 204 باوند وجالي مبيعات من الاعلانات دي او الاعلان ده 707 باوند وجالي امبريشنز 61498 امبريشن. الامبريشنز اللي هو عدد الناس اللي شافوا الاعلان بتاعي، مش شرط يكونوا دخلوا عليه وفتحوه بس شافوه.
وهنا بيقول لي ان عدد الكليكس 529، الكليكس دي اللي هي عدد الناس اللي ضغطوا على الاعلان وفتحوه. اما هنا فهو جايب لي سي بي سي، كوست بير كليك او تكلفة الضغطة الواحدة، اللي هو هيكون المبلغ اللي انا صرفته على عدد الناس اللي عملت كليكس. اما هنا فهو جايب لي السي تي ار او الكليك ثرو ريت، اللي هو نسبة الناس اللي ضغطوا على الاعلان بتاعي من اجمالي الناس اللي شافوه. وتحت هنا نلاقي حاجة اسمها الايكوس او الادفرتايزنج كوست اوف سيلز، وده عندي اللي هو 30%. الايكوس ده بيكون عبارة عن نسبة المبلغ اللي انا صرفته من اجمالي المبيعات اللي جات لي من الاعلانات دي، يعني اللي هي ال 200 باوند دي على ال 700 باوند في 100 هيطلع لنا تقريبا 30%. طبعا كل ما كان الايكوس ده اصغر كل ما كان ربحك اعلى والمصاريف اللي انت بتصرفها مقابل المبيعات اقل. كونك بقى تاخد قرارات على الاعلانات بتاعتك بناء على المعلومات دي بس غلط، لان زي ما قلنا ده عبارة عن سمري للحملة الاعلانية، وجوه الحملة الاعلانية دي في كلمات ممكن تكون ارقامها كويسة وكلمات تانية ممكن تكون ارقامها سيئة. وعلشان نعرف نجيب التقرير ده بالتفصيل هنروح على الادفرتايزنج ريبورت ده وننزل التقرير منه. عند علامة الاي اللي فوق دي برضو في فيديو انا كنت عامله عن الطريقة دي بالتفصيل وازاي ننزل الريبورت ده علشان نعرف ايه هي الكلمات اللي جايبالنا ربح وايه هي الكلمات اللي جايبالنا خسارة. بس احنا دلوقتي هنعتبر ان انت لسه بياع جديد وعملت اعلان للمنتج بتاعك بقاله فترة ولسه مش جايب لك ولا بيعة، يعني الخانة دي هنا هتكون صفر. تعالوا نشوف الاحتمالات ممكن تكون ايه. طبعا باكد تاني اننا لازم نكون مديين في الاول الاعلان فرصه ما تقلش عن 3 ايام علشان قراراتنا تكون صح. الافتراض الاول عندنا هو انك انت ما صرفتش حاجه خالص في الاعلان، يعني الخانه دي هتكون صفر، وفي نفس الوقت الامبريشنز عندك كتيره جدا، وده اللي احنا قلناه في الفيديو في الاول. طبعا اذا مفيش صرف فمفيش كليكس ومفيش اي حاجه من دول كمان، بس امبريشنز عالي. وزي ما قلنا السبب في الحالة دي هيبقى يا اما الصور او السعر، لان الناس من البداية كده بتشوف المنتج لكن بتصرف نظر، والحل هو انك لازم تغير الصور وتحط مين ايمج تكون مميزة عن غيرك. او اذا كانت المشكلة في السعر فانت لازم تقلل سعرك عن المنافسين بحيث ان هو يكون دافع للمشتري ان هو يخش ويشوف المنتج بتاعك. الافتراض التاني هي ان هيكون برضو مفيش عندك مبيعات ولا اي حاجة تاني من دول خالص، هيكون بس برضو موجود impressions، بس المرة دي impressions هيكون قليل جدا او مش موجود خالص، وده برضو هيكون ليه سببين، اما انك انت تكون عامل بيد قليل او كلمة البحث اللي انت مستهدفها مش هيكون عليها بحث عالي. اذا كان البيد قليل، وخلي بالكم تاني انا بقول البيد مش البادجت، البادجت هو المبلغ اللي انت بتكون حطه للحملة كلها، اما البيد فهو المبلغ اللي انت بتكون حطه لاستهداف كلمات البحث. فاذا كان البيد قليل فهتزوده سنة سنة وهتديله يوم، بعدين ترجع تاني تشوف اذا كان الامبريشن زاد ولا لا. اذا كان الامبريشن زاد فده معناه ان الناس ابتدت تشوفه، واذا ما زادش فهترجع تاني تزود البيد. اما اذا كان السبب ان كلمات البحث اللي انت مستهدفها ما عليهاش بحث عالي، فانت مهما تزود في البيد برضو الناس مش هتشوفه، لان البحث اصلا على الكلمات دي مش كبير. وفي الحالة دي تقدر تسيب الاعلان عادي لانك مش هتكون خسران منه حاجة، واذا جاب لك بيعة هتكون تكلفتها قليلة، او انك انت تركز اعلانك على كلمات عليها بحث اكتر. طبعا الموضوع ده هيكون صعب اذا ما عندكش اداة تساعدك على كلمات البحث دي. انا عن نفسي بستخدم هيليوم 10، وده لتفوقها في كمية الفلترات اللي بتساعدك على ايجاد الكلمات دي، يعني مفيش كامبين بعملها غير لما اكون جايب الكلمات المستهدفة دي من خلال هيليوم 10. اذا عندكم البرنامج استخدموه في الموضوع ده لانه هيكون مفيد جدا، واذا مش عندكم ففي في الديسكريبشن تحت رابط من خلاله تقدروا تاخدوا 50% على اول شهر او 10% على كل شهر مدى الحياة. تمام، تعالوا برضو نشوف افتراضية تانية ممكن تحصل للإعلان بتاعك. الافتراضية هي ان هيكون عندك impression عالي وكمان هيكون عندك clicks عالي، وطبعا اذا في كليكس فهيكون في سبند اللي هو صرف، وممكن كمان تلاقي البادجت بتاعه الكامبين بتخلص بدري، بس في الحاله دي برضو مفيش مبيعات. معنى كده ان الناس شافت صوره الاعلان بتاع المنتج بتاعك وانجذبت لشكل المنتج ودخلت عليه بس ما اشتريتوش وطلعت تاني من غير اي مبيعات، وده بيكون لاكتر من سبب. اول حاجه المفروض تعملها في الحاله دي انك انت تخش على التقرير المفصل اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، وهتشوف اذا كان في كلمه معينه من الكلمات المستهدفه عماله بتسحب بنسبه كبيره من البادجت عن باقي الكلمات، ولا كل الكلمات بيسحبوا بنفس النسبه زي بعض. اذا هي كلمه او كلمتين اللي عاملين الخساره دي فده معناه ان الكلمه او الكلمتين دول عليهم منافسه عاليه جدا، واللي المفروض تعمله انك انت تقلل البيد على الكلمات دي او تشيلهم خالص، لان هم بيسحبوا بنسبه كبيره جدا من البادجت وما بيدوش فرصه للكلمات التانيه اللي موجوده في نفس الكامبين. لكن لو الكلمات كلها بقى اللي في البادجت بتصرف عالي زي بعض وبرده
مفيش مبيعات، فالكلمات كلها المستهدفة عليها منافسة عالية جدا والإعلان كله مسبب لك خسارة، وده غالبا معناه ان المنتج نفسه عليه منافسة كبيرة. افضل طريقة في الحالة دي هي استهداف الكلمات اللي عليها منافسة قليلة بس في نفس الوقت بتجيب مبيعات كويسة. واذا عاوزين تعرفوا الطريقة اللي انا بجيب بيها الكلمات دي فهيظهر دلوقتي على يميني فيديو بشرح فيه الموضوع ده. شوفوا الفيديو ده لانه مهم جدا، واشوفكم المرة الجاية. سلام.